شدد المتحدثون في ملتقى الأعلام والتنمية المستدامة على أهمية الأعلام في تهيئة المناخ لاستقرار واستدامة التنمية من جهة، وكشف قضايا الفساد من جهة أخرى، وذلك عبر دور الأعلام وفق معايير مهنية ترتقي بمستوى وعي الأفراد تجاه خطط التنمية التي تقودها مؤسسات الدولة. التفاصيل مع حمد النبهان في التقرير التالي. بالتعاون مع المعهد العربي للتخطيط، نظم ملتقى الإعلام العربي فعالية تحت عنوان الإعلام والتنمية المستدامة للحديث عن أهمية الإعلام ودوره في خطط التنمية. المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية شارك خلال ندوتي اليوم، وأكد الأمين العام للمجلس الدكتور خالد مهدي أن الفساد يمثل معول هدم للتنمية وأكبر عائق من معوقاتها، مشيرا إلى أهمية نقل الإعلام للإيجابيات والسلبيات. فيما كشف عضو المجلس الدكتور ناصر المجابل عن وجود قانون جديد لتنظيم العملية الثقافية والتي من ضمنها الإعلام. عندما يكون هناك اجتزاء، عندما يكون نقل ناقص للمعلومات، عندما يكون عدم تكامل في طرح الفكر، عندما يكون هناك تركيز على الجلاص النص الفارغ وعدم التركيز على المليان، احنا ما قلنا شيء، ركز على الاثنين بس لا تركز على واحد بس. يعني مثل ما تقول هذا سلب، قول أيضا هناك إيجاب. اليوم مجلس الأعلى للتخطيط بشكل عام في خطة التنموية الثالثة وفي خطة التنمية بشكل عام يتجه في رسم سياسات إعلامية تدمج المجتمع أكثر في خطط الكويت وفي مشاريع الكويت، لتتحقق الشراكة الحقيقية ما بين الناس، ما بين الجمهور، وما بين مؤسسات الدولة. وكذلك ذكرت بأن الآن بصدد عرض قانون جديد ينظم عملية ثقافية بشكل عام، سواء الإعلام والصحافة والمسرح. من جهته، وصف رئيس تحرير جريدة الراعي وليد الجاسم التنمية في الكويت بالإسمنتية دون النظر إلى أهمية التنمية البشرية، مؤكدا وجود عيوب عديدة في العديد من المجالات. احنا في الكويت حريصين على التنمية الاسمنتية، التنمية الكونكريتية مثل ما قال، ما عملنا على تنمية الانسان. شوف، عندك عيوب في الاعلام، انا ابن الاعلام وادرك عيوب، وعندك عيوب في الحكومة، عندك عيوب في الديمقراطية، في المؤسسة البرلمانية. كل هذه العيوب اذا ما صلحت الانسان لن يمكن اصلاحها، لكن انت عندك القوتين المهيمنتين على المجتمع اللي هي مجلس الوزراء ومجلس الأمة، كلاهما يتعاون ضد الحريات وضد بناء الإنسان، وإن تظاهروا شكليا بأنهم دعاة حريات ودعاة تنمية إنسان. إلى ذلك، أكد المتحدث الرسمي باسم هيئة مكافحة الفساد نزاهة الدكتور محمد بزبر بدور الإعلام في رصد العديد من القضايا. وضحنا أيضا من خلال العرض بأن الهيئة استفادت بشكل كبير من الدور الإعلامي المسؤول في كشف مكامن كثير من الفساد، واستطعنا من خلال هذا التواصل وهذا الكشف أن نتوصل إلى نتائج ملموسة في هذا الموضوع. الأمين العام لملتقى الإعلام العربي ماضي الخميس من جانبه أكد أن الهدف من الجلستين الحواريتين هو توضيح أهمية دور الإعلام في الخطط التنموية في الكويت. حرصنا على أن يكون هناك ممثلين، يعني هيئة مكافحة الفساد، المجلس الأعلى للتخطيط، اتحاد المصارف، قطاع الاقتصاد، شخصيات إعلامية مختلفة في الجلسات المقبلة. لذلك احنا نريد أن نسلط الضوء أولا على التنمية، عوائق التنمية، مشاكل التنمية، أهم أهداف التنمية في الكويت، بعيدا عن الكلام المزركش اللي نقرأه في الجرائد أو في وسائل الإعلام المختلفة. والجانب الثاني دور الإعلام، وين الإعلام اليوم أنا في قضايا التنمية المختلفة. وكانت الجلستان الحواريتان قد شارك بها عدد من جمعيات النفع العام ونخبة من الاقتصاديين والأكاديميين. تطرق المتحدثون في ملتقى الإعلام والتنمية المستدامة إلى أهم العراقيل التي تقف حجر عثرة أمام استدامة التنمية، فيما أجمعوا على أهمية دور الإعلام في نجاح أو فشل هذه الاستدامة، داعين إلى خلق إعلام حيوي يدعم هذه التنمية. حمد النبهان، الرأي.